يعني كرويه من الدرجه الاولى. اشرحي لنا بقى يعني ايه كلمه اوف سايد عشان تثبتي للناس ان انت فعلا لما يكون في اتنين لعيبه على خط واحد يا ولد. هو ده الاوف سايد. الحمد لله اصلا قعدت فتره طويله قوي لحد ما فهمت يعني ايه اوف سايد. هي مش صعبة. بالمعنى ده بس ماشيه كويس والله. طب اشرحها لها بقى. الاوف سايد ده بيبقى الاوف سايد ده لما اتنين على خط واحد بس واحد يكسر الاوف سايد بخطوه كده بقى في الاوف سايد. لما اتنين مدافعين وواحد مهاجم ماشي. المهاجم ده يتحسب عليه اوف سايد ازاي؟ قبل الكوره لو الكوره طلعت قبل ما هو يتحرك كده مش اوف سايد. لو الكوره لسه ما طلعتش وهو اتحرك بين اتنين مدافعين يبقى كده اوف سايد. اوكي. بس هي عندها الفكره وضحت جدا. رنا انت بتشجعي طبعا مشجعه يعني على السوشيال ميديا وبتوضحي ان انت بتشجعي نادي الاهلي وكده وانتمائك ليه وبتعلقي. ما بتخافيش ده على يعني يزعل جمهور الزمالك منك مثلا؟ والله جمهور بيستغرب اخرى يعني. انا بحس ان ان يعني الفتره الاخيره من السنين يعني من واحنا صغيرين طول عمرنا زملكاوي واهلاوي في بيت واحد وبنقعد نحفل. هي مثلا بقت اسمها تحفيل وهي الدنيا باظت الحقيقه. والله كنا بنقعد نهزر مع بعض وكان الموضوع سهل. لكن الموضوع بقى رايح في حته التعصب زياده. انا ما بحبوش بصراحه. انا في الاول وفي الاخر احنا بنتفرج على كوره عشان نتبسط ونستمتع. ما ينفعش تاخد يعني في حياتنا وعلاقاتنا ببعض اكبر من الحته دي. احنا لازم نتبسط. هي الكوره لعبة. مش معنى ان انا بظهر انتمائي ان انا كفنانه يبقى في موقف شخصي مني ده انتمائي لنادي بالظبط. بس هي